مرحبا. سلام اختي، مرحبا. لاباس خويا؟ الحمد لله. نحكي معك على الشباب في تونس والصعوبات اللي واجهها. مش الصعوبات كبيره برشا، كبيره برشا، ما فهمش شكون يسمعوا، ما فهمش شكون يتفهم الظروف اللي هو فيها. فهمتني؟ صعبوا على جيل كامل، جيل كامل صعبت عليه، اللي ما عادش معناها ناس فدت، الدنيا غليت، ناس تحب تعمل عائلات، ناس تحب تقدم. فهمتني؟ مش الشباب الكل، معناها خاصة الشباب اللي ممكن اللي يعيش في العائلات الموزة مثلا، صعبت عليه برشا، معناها مع الطبقة الوسطى محقاها في تونس، ولينا يا لوطة يا الفوق، ما فماش. فهمتني؟ أنت مثلا شنو تخدم؟ أنا نخدم ميكانسيان. دبر في راسك عامل يومي؟ عامل يومي صباح الحمد لله. معناها علاش ما سافرتش، ما خرجتش؟ في الخروج خرجت، انا خرجت مرتين. نحكي على تجربتك مع اليونان، كيفاش كانت؟ كيفاش شنو المرتين اللي خرجتهم اول مره، كيفاش كانت الخرج؟ والله ايش نقول لك، انا ما يجنى راي معناها برا، معناها باش تمشي باش مش تمرمد، اما باش تلقى، ما انت باش تلقى عبد يخلصك معناها. لازم شكون يقف معاك بتبيع، ما انت بنتي، هم اثنيتين باينين، اثنية خير يا اثنية شر معناها. وانت شنية ناوي في مخك معناها؟ كان انت ناوي باش تمشي باش تخدم غادي وتخمم في عائلتك اللي في تونس مثلا، تبعد على برشا حاجات معناها غاديك. فهمتني؟ غادي معناتها ما تنساش، معناتها فما الحرية في برشا، حتى في حرية في تفكيرك مثلا. فهمتني؟ الكل خارجة متاعك كانت قانونية ولا من الناس اللي سافرت؟ تحكي لي كيفاش. لا ما إيش قانونية، لا ما إيش قانونية، خرجت خارجة بلاش، ومن بعد خرجت خارجة بالفلوس. خارجة بلاش كيفاش؟ سهلة. الخارجة بلاش صحابي، معناتها صحابي بعضنا. حرقة معناها. اي الحرقة. اليوم الشباب كلها تخمم باش تخرج، تستنى الفرصة، تستعد. هذا واقع نحكيو فيه، عايشينه معناها، مانيش نحكي. اي اكيد الناس ممكن قد تكون ناس فدت، ناس تخنقت لهنا، ولكن مش مبرر انك تطيش روحك، سامحني. الحرقة مش مضمونة انك توصل. ممكن مش نقول لك كلام، ممكن تقص عليه. يلزم الدولة تبدل من اساليبها تجاه الشباب. فهمتني؟ على الاقل مش نقول لك انا راني مرسكي ومعمل على الدوله مثلا، ليه؟ ها الدوله تتبدل من تفكيرها، مثالش معناتها كابو ولا كسلطه، تبدل من تفكيرك تجاه الشاب هذاك. مش لازم تغزر له مثلا كمنحط، كمجرم، كاندرشنايا معناها. فهمتني؟ صلحوا. فهمتني؟ راهو الشباب هذاك هو متاع مستقبل غدوه، معناها راهي الدنيا تبدلت، معناها راهو الناس اللي عاشت في السبعين ماهوش هي اللي عاشت في التسعين، والناس اللي عاشت في 90 ما هيش هي الناس اللي عاشت في 2004 و2014 و2004 و2000 فهمتها؟ ما هيش هي بيدها راي. فهمتني؟ خرجت فاش تلوج؟ خرجت من تونس ومنش هارب اول حاجه. خرجت من العيشه، هارب من هارب من حد؟ العيشه، من الدنيا، من الظروف. هارب 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 من نفسيتي، هارب من نفسيتي باش ما نحاربش. خرج باش ما نحاربش، ماهيش يدي تو تمنها ولا ما تمنهاش؟ منها انا. هارب باش ما نحاربش، هارب تلوج في خدمه. تاكل. عندي عائلة وراي، ما تقبلش بعضها. سهل انك اليوم شاب خمم في الحرقة يلقى خيط سهل هو. هما اللي يخرج عن طريق برت حلق الواد، كعبات هما لا محالة، يبقى يصطاد في مركب باش يخرج في فترة معينة، لكن برشا يخرجوا سامحني في ظروف خايبة. فما 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 زادة فما فئة نتاع شباب تتمرمد في بلادها بالضبط، تتمرمد وتلم الفرنك وتحرم روحها من عيد، من لبسة، من كل تصور انت، من اي حاجه معناها هو مسموح له البرة. فهمتني؟ وممكن بلاش زادة، ماهيش بمقابل مادي. فهمتني؟ فما برشا اليوم يخدموا بالنهار ويلموا فيهم بالفرنك، مخهم حاجه بركة مش يحرق به. انا واحد منهم مش نكذب عليك، انا من الفئه هذيك معناها. مش تخلي العائله؟ نحكيو على انت متزوج ولا؟ خليت مرتين، اي خليتهم مرتين، اما كي خليتهم ما خليتهمش معناها، خليتهم جهه ما قلب وتفكير، لا فهمتني، وماديا لا زاد، اما تقعد عائلتك معناها، ما تنجمش نحي خشمك من وجهك، عائلتك يا اخي. علاش خارج انا؟ علاش خارج؟ ماني خارج باش العائله هذيك تعيد في العيد،
خارج مش العائله هذيك تعدي رمضان كي خلق ربي، عايش مش العائله هذيك ما تمشيش تدق على الجاره تقولها بربي اعطيني صحن. ما هو هذا الموضوع، هذا الموضوع. الحرقه الاولى كانت هكا يهزوك معمول بها، كي تكونوا مجموعه من الجروبات شي يكون واحد يهزو معاهم، هذيك معمول بها. الحرقه الثانيه مشيت بوثائق الطياره وتركيا مشيت. هذيك هي هذيك هي صعيبه برشا يقولوا التجربه نتاع انك كي توصل لتركيا واش تتقطع على البلاصه والغادي مش بالساهل، راه توصل اشهر غادي يلزمك كي توصل للفونتير غاديك توصل الفيونتير غادي مش لكراد الكل، معناتها كيما فما الخبيثة في تونس هذا فما تعاملت مع الكراد والله الحدود لتو صحابي لتو تو معناتها لتو صحابي مأمون عبد عونوك عاونوني برشا اسمهم مأمون وعبد مبي صحابي هذوك. كيفاش لقيت احكي لي على الظروف كيفاش لقيتهم؟ انا لقيتهم على الحدود انت كيكا لا تعرفت عليهم في التقاسيم في التقاسيم مشكلة كبيرة صايرة في التقاسيم وقتها من وقتها ولينا صحاب التو عن سامياتي صحابي. علاش ما عاونوكش انك تمشي للضفه الاخرى؟ انا راني هبطت في ظروف اخرى معناها ما هبطتش في واحد معناها عندي شكون توفى لي وحلت. عندي شكون توفى لي يلزم نكون انا معناها. شكون وقت؟ امي معناها. يرحمها. تعيش. واللي ترجعت. بطبيعه كان انا الكبير. انا الكبير معناها كان. انت مبرمج متعدي لكن كي انت في تركيا توفيت الوالد. لا مش متعدي في اليونان، لا في اليونان مش ناوي نمشي لبلاصه اخرى فيها اليونان عيش وصلت انت تحكي لي على مرحله نتاع وصلت خرجت من تركيا مشيت لليونان. خرجنا صحيح معناها خرجت كان عندك صحابك كيكا وما تخرجش كيف فهمتني لاباس الحمد لله. خرجت لكن الوالده كي توفيت قداش؟ بعد 3 سنين روحت انا طلبت المرواح وروحت في اكسبور معناها ديريكت من بعد حاكموا عملوا شو تحبوا معناها حاكموك دابا ما توصل حاكموني غادي غادي اش تشد الحبس في اليونان؟ لا مش تشد حبس طلب المرويح اكسبور لظروف انسانيه معناها فهمتني طلبت الانتسيبون هذاك بحكم هو يلقاني رشرشي وقتها قال لي عامين ما تدخلش اليونان وما تدخلش الاتحاد بنيجري قلت له معطيني نمشي توا صحح لي خلينا نمشي يرحم وديك فما وقتها مشيت وحدي اي فترة وفات فيها بالطبيعة ما صاي وفاتوا هما اللي عاملين اما وقتها سي بون ظهرك ما عادش نجم غادتك انك الوالدة توفات وانت غادي اكيد الحمد لله خلطت عليها بالضبط برشا كيفك رجعوا على خاطر الوالدة الحمد لله الحمد لله اليوم كيفاش؟ اليوم خدمة وصغار عندك صغار؟ لا عندك متزوجة؟ متزوج مسؤولية كمان زوجتك كيفاش الدنيا خدمة نهار بنهار؟ والله ايش نقول لك حازم راح نخرج انا المرأة مرة اخرى المرة ذي باش نزل مع المرأة هي معاك؟ اكيد على ذاك مش باش تولد في تونس ما لازمش تولد انا ما تقعد تخمم تزل انسان تويكا؟ تخافش عليها؟ فيش كمام انا راه مش كيما راجل ينجم من المراه فما برشا تجارب سابقه اللطف عليك وعليها ما محبوش تتكرر. لا الحمد لله تربيتي دي لاباس. لا مش قصدي كيك راك تحرق بها انت ناوي ولا ما نعرفش انا يعني شنو راهي صعيبه على هو مشروع عائله. هو مشروع عائله. كيما تخمم كيفاش تخلي لفوق محلول للعائله هذيك كيما تحب تسكر وكيما تصير في تونس. نحن بقدرة ربي محلول لفوق العائلة ربي معك يرحم وديك ما يشنركم مبروك.